لونا فقول لها لأخت المها بأن ما كان زال. عرفت الدنيا حلوة، عرفتها معقول، عرفتها مع أصوات ناس بيغنوا مثل اللي عايش بالكونسرفاتوار، مثل اللي عايش بلوحة بانتور رائعة الجمال من كل مطرح من كل مطرح يعني. وهذا المساء سيقبل صحبي فنسهر حتى الصباح. هذا البيت اللي طلع فيه بقلبه الألحان، واللي طلع فيه بقلبه الشدافر وتاريخ حليم الرومي، ما ممكن يروح يعني. وزال العذاب ووهم الشباب الناس لونا. حليم الرومي هو بالأصل بيحمل اسم حنا عوض الرومي. وصلت عيلته لحيفا بعد الحرب العالمية الأولى. العائلة بأصلها من مدينة صور في لبنان، وبتحمل اسم عائلة البرادعي. أنا اسمي بالتذكرة ماجدة حليم الرومي برادع. برادعي هيدي عائلة شديدة الارتباط بمدينة صور. نحن مئات السنين لورا مننتمي لهاي المدينة. بعد عمر السنتين بيو عوض يلي كان هو رسام بينتقل إلى فلسطين للعمل، لأن هونيك الأحوال الاقتصادية كانت أحلى، وكان عنده أتوليه رسم جدي، وبنفس الوقت كان بحار وعنده مركب عليه 12 بحار. علمتم بأني مغرم بكم صب. بالنسبة لوالد حليم الرومي عوض الرومي، اسمه عوض الرومي، كان شخص اللي يهتم كتير بصنع الآلات الموسيقية. هذه شغلة أولى. وشغلة الثانية كان رسام، وخصوصا أنه كان يرسم الأيقونات الكنسية. كان يقعد حد هو عم يرسم يسأله كيف تمزج الألوان، كيف تشتغل بالرسم، كيف تنقي اللوحة لازم ترسمها إلى آخره. فكروا رح يطلع رسام مثله بالأول، ولكن حليم كان عنده غير نظرة فنية، وهون اكتشف بيو انه عنده صوت حلو وبيحب الموسيقى. كانت طفولته طفولة بيت كله بيغني، يعني عمتي كانت بتغني، كلهم كانوا بيغنوا، فهو كمان ربي بهيدا الجو وكان بيغني كل الوقت. يا حلو البتغار من حالك مين كرهك فينا. بعد الحرب العالمية كان في فقر، وصار في كتير جمعيات إنسانية تعمل تبرعات كرمال هالفقراء والمحتاجين تيساعدون، وهونيك التحق بهالجمعيات وصار يغني كمنفرد على المسارح. فبهالمسارح وبالنوادي حتى يلي غنى فيها كتير اكتسب من الخبرة الموسيقية. بعدنا هون ما قبل العمر 16 سنة، بعدنا أولاد، بعده صغير يعني. يمكن شي كلمة سمعتها وزعلان وبتعدنا خطينا. بيميز مدينة حيفا أنه تأسس فيها معهد الموسيقى الشرقية، وانتسب حليم الرومي للمعهد دون السن القانوني اللي بفرضه المعهد. كان يفرض عمر 18، ولكن هو انتسب بعمر 16 وبدأ يتعلم في المعهد الموسيقى الشرقية إلى جانب عدد من الشباب في البلد. عندي أماني كلمة صبحت فيك. إلى أن صار عنده حظ أنه يغني بحضرة ملك الأردن الملك عبد الله، وكان الغناء بناء على موعد أخده مسبق. سأل وين المطرب الشاب اللي بده يشوفني؟ بيرفع ايده الملك، ما صدق شافه ولد قدامه. قال له بلا انا وحامل العود. قال له بدك تعزف عود؟ قال له اكيد بدي اعزف عود. غنى حسب ما هو بيقول بشكل جميل جدا وبهدوء وباعصاب بارده، قدر يعبر عن كل شيء قادر يغني. قال له لمين اللحن؟ قال له لإلي. فهون ساعتها الملك تاني نهار بيبعث له على الفندق اللي كان موجود فيه حليم الرومي مبلغ من المال يكفيه للسفر
ويكفيه أنه يبلش التعلم الموسيقى في مصر. سررت في العمر مرة وكنت أنت المسر. راح على مصر درس بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية. هالمعهد أيام الملك فؤاد كان معهد مهم كتير كتير، لأنه كان الأساتذة تليان، كان في أجانب، كانت مصر مفتوحة، مفتوحة على الإنجليز، الفرنسوية، اليونان، التليان، كان في أساتذة من مستوى عالمي. بس بهالمرحلة اشتغل بمجال محاسب تيقدر يطلع 2 جنيه. هو أيام وأيام وأيام كان على النيل يشم ريحة الكباب عم ينشوى وياكل الخبز الحاف، كان يكتفي، كان عنده هدف بده انه يوصل له. انا شفت الورد على خدودك. هو بيفتخر انه البرنامج تياخذ الشهاده الموسيقى بهالمعهد 6 سنين، قدر حليم الرومي ياخذها بسنتين. لما بلش يعرف من الاوساط، وكان هو من الأشخاص يلي كان يقصد إنه يغني قدام العالم يعني تيعرفوه، بلش يطلبوه إنه بالأفلام، فبلش يبين بمصر، ولكن الظروف العائلية ما خلته يكمل. هو بيقول يمكن لو كملت بمصر كنت أخذت غير منحة. رجع للعائلة في حيفا، ولكن بنفس الوقت بدأ يعمل بإذاعة الشرق الأدنى. فحليم الرومي تولى إدارة القسم الفني والموسيقي، وهون كانت انطلاقته أنا برأيي، لأنه قام بسلسلة من البرامج الموسيقية، وأيضا لحن عدد من الأغاني والأناشيد. بإذاعة الشرق الأدنى بال 1940 تقريبا، بالتحديد 40-41، بلش يغني، وأخذوا المطرب الأول بالإذاعة. لا تغضبي مهلا ولا تعجلي، وقبل أن ترحلي عاتبي. يعني أنا عندي كذا لحن تحت اسم المطرب المجهول، كان مسمى حاله يطرح نفسه المطرب المجهول لأنه كان يخاف من الفشل. أغنية واحدة أخذت نجاح باهر، الأغنية الثانية كمان أخذت نجاح. هون منشوف بمجلة إذاعة الشرق الأدنى خبر إنه الشاعر المجهول أصبح معلوما. ما خنت عهدا لنا حيت. بال49 بتجوز من ماري لطفي، بيتعرف عليها بطريق الصدفة بحيفا، هي كانت الإقامة مصر بالإسكندرية. كان وعده بأنه يعمل هيك عرس مميز بدخوله على الكنيسة. كانت فرقة الموسيقى العربية بمصر بالقاهرة عم تعزف دخول والدتي لايف ليسمعها على الراديو. من حبيته كان بعده صغير بعده ما طير. وإجا دعوة لتأسيس الإذاعة اللبنانية بأوائل الخمسينات، وكانوا متجوزين جديد، فهو قال لها بس منجي 6 أشهر لتأسيس الإذاعة ومنرجع. بس هال6 أشهر يعني استمر عمر. حليم الرومي وضع أسس المكتبة الموسيقية، وأسس أول فرقة موسيقية تعزف على النوتة. قبل حليم الرومي ما كان في فرقة بتعزف على النوتة. وحليم الرومي أسس مع مجموعة من الكبار لجنة لمراقبة الأصوات وتصنيف هذه الأصوات، الدرجة أولى، درجة ممتاز، درجة ثانية. مع البابا واللي اشتغلوا معه صارت الإذاعة اللبنانية إذاعة رسمية، ومن هالوقت انطلقت أهم أصوات انعطت للبنان بتاريخه الذهب. قلبي عالم إنساني أحببته
تحول دار الاذاعه لكونسرفاتوار، يعني صار في ناس عم تعمل امتحانات، صار في ناس عم بتدرب وعم بتعلم، في ناس كانوا يعزفوا اله نصحوها باله تانية، وكان مدقق وكان حريص على الجودي. بعدين حبيته كتير لما لحن لفؤاد سليمان غني احبك ان تغني وتحدث الاطياب عني. انا في الغناء قصيدة حسنة لم انظر. الاف والاف الاغنيات لحنها حليم الرومي في إذاعة لبنان، كانت من إنتاج الإذاعة اللبنانية. البعض منها غناها هو بصوته، والبعض منها كان عم بيقدمها للفنانين الكبار يلي كانوا كمان ببداياتهم بالخمسينات. غنت له صباح، غنت له فيروز، أولى الأغنيات اللي غنتها فيروز. يا حمام يا مروح بلدك متهني، خليني أنا أروح وانت اللي تغني. يا حمام يا حمام يا مروح. حليم الرومي تعرف على صبية اسمها نهاد حداد، كانت تجي مع فرقة فليفل، الأخوين فليفل، كانت من ضمن الكورال تغني الأناشيد. سمع لصوتها وأعجب فيها كتير، بلش يعمل لها أغاني. بوصول عاصي كان شاب بعده ونهاد صبية، عرفوا عليها وقال له هيدي البنت سيكون صوتها خارق. لما نلتقى بفيروز ايه اختارها، بس ليش اختارها إلى هي؟ رح اترك لك حليم الرومي هو اللي يجاوبك. غنت شافي من نشيد، لفت نظري اولا جرأتها، ثانيا صفاء الصوت، وبعدين بعدين قوته في الانتقال من جملة إلى جملة صعودا وهبوطا، وهذه شروط الصوت الأصيل. ابتديت أشتغل معها على حكاية أولا الإيقاع، وبعدين حسن اللفظ، وبعدين متابعة الموسيقى، يعني عند الاشتراك الموسيقى مع المغني أدربها على الجو الموسيقى صحيح. ضليتني 3 أشهر أقعد معها ليلة نهارا علمها صح. أنا قدمتها في أول أغنية، بس قبل كل هذه الأشياء قلت لها بدنا نغير لك اسمك. قبلت البنت وقدمناها فيروز، وكانت فيروز، وهي اليوم انت فيروز. انا زيك في الدنيا لوحدي، وهو اللي بحبه شغل بالي. وبعدين كمان غنية اسمها في جو سحر وجمال، وفي ديوتو مشهور اسمه عاشق الورد يلي هو لحنها وغنيها مع فيروز. منك زهور وورود ومني عطف وجود، أنا بعتقد هيدي من أهم وسام على صدره لحليم الرومي، غير أعماله وغير صوته، إنه اكتشف صبية اسمها نهاد حداد، أعطاها اسم اسمه فيروز، وصارت فيروز فيروز. يرحم شكوى. حليم الرومي اشتغل على كذا نمط، يعني لأنه كان إنسان باحث كمان بنفس الوقت، درس شو في بالموسيقى العربية، شو في بالشعر العربي، وهون اشتغل عليهم، يعني عمل القصائد، قصائد مثل إذا الشعب يوما لأبو قاسم الشابي، يلي هو بيعتبرها هيدا نشيد العرب ككل، ونشيد الشعوب التي تطمح إلى الأفضل بحياتها الاجتماعية. بقى هو هذا بالنسبة له كتير مقدس، ولحنه وغناه هو بصوته، وكان من الأجمل، واعتمد حتى بدول عربية وبجامعة الدول العربية حتى فيما بعد كانوا يحطوه ببداية الاجتماعات. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. تغامي كان قريب للغربي مثل ما قريب للشرقي. ما رح أقول ما إجا حدا مطرح وبيعرف هدي كان يعرفه هو، بس دادي كتير هدي هذا قدروا خلفوه بهالفهم. طرق شاطئك الأموال ما برحل، تعالف الصخر حينا والهوى حينا والموت.
حليم الرومي يعتبر من الأشخاص اللي عندهم أكبر غزارة بالإنتاج الألحان. في كتير إشياء بعدها على الورق بيخطوا لحليم الرومي. هو يتكلم عن 2000 لحن، وهذا صحيح. المعروف والمنشور لحد اليوم بما يوازي 1000 لحن، هودي مبوابين موجودين. كان أكتر وقت تلحينه هني بمرحلتين وبأيام معينة، كان بيقوطه أكتر شيء، بقى كان يكون عم بيلحن هو وقعد على التخت. والمطرح الثاني اللي كان يلحن فيه كان لما يطلب مني اخذه مشوار، او انا او اختي منى، كنا ناخذه صبصور او عجيه، او مهم يكون على البحر. الهوى حيران دبلن على الصون والدمع بعيونه من يوم هجران. انا بمطرح من المطارح بفيني شبه حليم الرومي، فيني سميه عبد الوهاب لبنان، لانه ادخل الات جديده، ادخل ايقاعات جديده، الايقاعات اللاتينيه اللي هي ما بعرف شو السبب، بس هي قريبه كتير لروحنا العربيه الشرق اوسطيه بالتحديد. ادخلها الى الاغنيه، ادخل اله الساكسفون باوائل الالحان اللي عملها لفيروز. ورد الهوى حيران ما بظن راحي. ميزه انه عالمي الابعاد بشغله للاعمال الراقصه اللي اعطاها، بس بنفس الوقت كان شغله له أبعاد شرقية شديدة الالتصاق بالأرض العربية. يعني هو اللي جود قرآن بالقاهرة، هو اللي تعلم كيف يطرب وتعلم شو معنى أبعاد ربع الصوت، وكيف درسوا مع مين درسوا وقديش درسوا. البابا هو من الناس النادرين يلي قدروا يعطوا بالعالم العربي على شرقيتهم هالبعض العالمي لأعمال. كنت هو زمان قبل جفا بالتنسى. حليم الرومي اشتغل أكتر شيء بالأغنية اللبنانية، مش بالأغنية، بالموسيقى الشرقية، وهو هاللي من هاللي دخلوا الغربي بدون ما تحس بالشرقي طعمه. هذه بشكر عليها لأنه بلشوا الكل يعملوا نفس الشيء وليك ونوصلنا. يا بياع الورد عاجبني وردك، بدي من عندك بقى جوري. شباب هاللي بلشوا يخضرموا الموسيقى اللبنانية ويبلشوا يحطوا فيها ريحة الروح الغربية، هولي الشباب كله جيجوا من خلال هالباب اللي فتح حليم الرومي. بديت الأيام بفتش مين كان في قباله، ما عم بلاقي حدا بهالصف اللي موجود وطلع منه حليم الرومي. ما في شي بهالصف، الصف فاضي. كان من الدقة أنه إذا بتشوفي ملفات واليوم بتبكي كيف تخطيط النوتات، تقولي لا لا هيدول حدا كان يعملهم. لا يا حبيبي، ما كانش حدا يعملهم للبابا، هيدول البابا كان يعملهم بإيده. كله هيدا كان شغله هو، عنده ريشته اللي تعلموا فيها بمعهد فؤاد الأول للموسيقى العربية، كيف يخططوا النوتات، كيف كل تحت نوتة كل نوتة كل نوتة تحت الحرف يلي بده يتغنى، كيف كل غنية محفوظة بملفات ومع النص اللي تلحن ومين اللي كتب. يا تلاشى نفسا في نفسي واتقوا الله وأحيوا غرابا. حليم الرومي اهتم بالموشح، مجرد انه اهتم بالموشح ولحن موشحات، ألف موشحات، هذا بحد ذاته علامة فارقة، خاصة لرجل
بمطرح كتير من الألحان اللي بتسمعها بالأغاني اللي عملها بتحس في نفحة غربية، وإذ بالموشح بيرجع بيصير عربي أصيل، بيرجعك لأيام الموشحات الأندلسية، بتحس إنه رجل عايش بالأندلس أو بالمغرب يعني. ولما أخذ الجائزة بتونس المجمع العربي للموسيقى بال 1971 أخذ جائزة الموشحات عن 3 موشحات كان ملحنها. في أحد تلك الموشحات الثلاثة خرج خرجة مش معهودة من نهاوند على الرصد، مشى على درجة الرصد يدو، مشى للرصد على درجة الجهركة، فحاجة مش معروفة هذا من حيث المقامات. ثم إلى بالإضافة إلى التلوين المقامي عمل مقدمة موسيقية صغيرة لكل موشح اللي هي حاجة ماهيش معهودة كذلك، وهالمقدمة فيها إيقاعات مختلفة. فكرة التوزيع والتأليف خلته أنه يبلش بالكورس الكورال اللي كان يؤدي المرشحات، بلش يخلق هيدي الحساسية، هيدا الحوار بين الرجال والنساء، أنه هيدي الجملة بتلبق أكتر للصوت النسائي فبعطيها للصوت النسائي بيرد عليها الرجال. هيدي الخاصية وهيدي النقطة بالتحديد ما كانت موجودة قبل. حب يجاري المدرسة الكلاسيكية في التلحين، لكن نظر إلى الشباب الذي يعني لا يعلم من الموشحات إلا الاسم. لما فاز حليم الرومي بالجائزة الأولى، بالجائزة الذهبية للموشحات في تونس على كافة البلدان العربية المشاركة، رجع على بلده وتفاجأ أنه محسوم كم يوم من معاشه. هالشي كتير أثر فيه، يعني هالشي كان كتير مؤذي مثل جرح ضل بقلبه، لأنه القوانين فرضت هيك ونوعد يومها بوسام تقديراً لهالنجاح الكبير يلي حققه بتونس، ولكن ما حصل على هالوسام طيلة حياته. فيما بعد بسنة 1991 منحته الدولة اللبنانية وسام، واليوم موجود هالوسام ببيت حليم الرومي بكفر شيما. وعدت الراحة الكبرى لمن تعب. لمن طلع من الإذاعة اللبنانية إجا على بيته على كفر شيما، قعد بكفر شيما، ولكن كانت فترة منها كتير طويلة لأنه توفى سنة 83، يعني ما كان معه هالوقت الكافي يعيش مرتاح، ويلي قضاه بحياته الصحية كان كتير صعب، كان كتير قاسي. الأكيد 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 مرضه ما كان لصالحه أبدا. البابا راح وإجرى 2 بالسكري، وكان حاطط أطراف اصطناعية، وكان عنده إرادة أنا هلأ ما بقدر صدق كيف بإجرتين رايحين وأطراف اصطناعية كمان يسوق وكمان يكمل الحياة ويكمل شغله وراسه دايماً مرفوع. صورة ما بتروح من بالي عن معنى الشموخ والإرادة بالحياة. هيا بنا ساعتنا. يعني ما حدا اللي بيقدر يفهم ليش حليم الرومي لما كانوا إجراءه مبتورين بلحظة ما فقدناه بالبيت، مش موجود، لقيته حد البيت هون برا معه كرتوني بقلب 2000 لحن غير منفذين عم بيحرقهم، بس أصريت إني خلص اللي قدرت إني خلصه، وما زالوا لليوم غير منفذين. لا تتركيها ترحل عن ربانا. مرت الايام وبعد عندي حلم اتعرف على حليم الرومي. كانت وقتها حليم الرومي صار عند بنته بالبيت، اجتمعت فيه قال لي بدك تكتب قصيده كلاسيكيه متينه.
قلت له حاضر. كتبت قصيدة يا لبنان بعد فترة لما لحن القطعة ورحت سمعتها أول مرة مع ماجدة بدون أوركسترا، حسيت أنه صار عندي شرف كبير لإلي ولشعري أنه لحن قصيدتي حليم الرومي، وكانت تلك آخر ما لحن حليم الرومي. ناديت لبنان في قلبي ليخفق بي، أجابني الجرح هذا القلب فانسكني. كان عم بيكتب موسيقى وكان زوجته معه عم بيكتب لحن معين، تنقطع الكهرباء بفرشيمة، بيلا بدي كفي العمل لأن مطلوب، بدي روح لعند ماجدة على بيتها، وهونيك بيكون عندهم كهرباء وبيكتب اللحن هونيك. هو عند ماجدة توفى عندها. أنا كنت موجود وغبت ساعة ورجعت، كان هو ربنا افتكره وكان الراديو عنده على إذاعة لبنان. دايماً بخياراتي الفنية ودايماً برجع لعمل، ومن النادر إنه تتقدم حفلة بحيالله محل بالدنيا ما يكون في إله شغل فيه، مش وارد، هاي بركة شغل هو تاج راسي.